يقبل تحكي فيكم من يجاوب. يلا نبدا نقول بسم الله. يا مثل السؤال الاول، ما هو اللقب الذي اطلق بعدنا اطلق على رسول الله قبل البعثه النبويه؟ الصادق. يا سلام، الصادق الامين. الصادق الامين. طيب السؤال الثاني عند حليب هناك الله بعد. السؤال الثاني عندك عند خويك سلطان. ها شاي. من هو اول نبي تحدث باللغه العربيه؟ اول نبي تحدث باللغه العربيه؟ خالص ابراهيم. لا تو توصل. لا بضبط لك. تبي كاس؟ اول نبي تحدث باللغه العربيه. يجيك احدك يا ابو بندر. اول انبياء نوح. لا لا، اول نبي تحدث باللغه العربيه. فيه انبياء عليهم الصلاه والسلام، لكن فيه اول نبي تحدث باللغه العربيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا اللهم صل وسلم عليه. لا لا. ها تعرف ابو بندر؟ ابراهيم. اسماعيل. اسماعيل عليه السلام. صح. سؤال عندك. ما المسجد الذي استشهد فيه الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ ما المسجد الذي استشهد فيه الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ سلالة إسماعيل. إسماعيل وسلالة إبراهيم. سبحان الله. أبي بن أبوهما. ما تعرف؟ عد خيرت. جواب بجاوب. هو ما عرف. لا لا عد خيرت. عد خيرت. طيب وش بجاوب لأنكم كلكم جاوبتم الجواب. بخلص لي بعدين أعطي خيارات. لا عد خيرت. مسجد الكوفة. مسجد الكوفة. أنا لو بعطيك خيارات كان على الفريق كامل خيارات. خوي ما عليك. خلاص أعطي خيارات عشان يستفيد. يلا نبدأ في يلا يلا ما في مشكلة. ما التطبيق الأكثر تنزيلا لعام 2020؟ حمك الله. أعطي خيارات. هو من التطبيقات المعروفة. هذه شيء تقني جديد يعني. سناب شات. هل هو السناب شات؟ هل هو الفيسبوك؟ هل هو التيك توك؟ تيك توك تيك توك. تيك توك. صح. تيك توك جديد. طيب سؤال عند سلطان. نعم. ما اللون الموجود في 75% من اعلام الدول؟ دائما اللون متكرر في جميع اعلام الدول، لون متكرر بنسبه 75%. احمر. لا ابيض. لا اسود. طيب اخضر. لا اخضر. اخضر. اي والله هذا المفروض 100%. طيب ما الكوكب الثامن والابعد عن النظام الشمسي؟ الكوكب الثامن والأبعد عن النظام الشمسي. السؤال لي أنا. لا الرجال. وش؟ لا صح. إذا ما بتجاوب بأعطيك على طول الجواب. لا ما هي كلها اللي ذكرتها. طيب وش وش؟ نبتون. ها؟ نبتون. جاء الشيخ. كلكم شيوخ. ما لون لسان الزرافة؟ يا غشاش. فيه غش هنا. فيه جزرة. لا لا ايش لون لسان الزرافة؟ هل هو الأزرق الأحمر الأخضر؟ الأزرق الأحمر الأزرق الأزرق الأحمر الأخضر. خطأ. الأزرق. إيه لون لسان الزرافة أزرق. أزرق عشان تأكل خزامة. طيب كم حاصل قسمة صفر على أي عدد؟ يلا يا مهدل. كم حاصل قسمة صفر على أي عدد؟ يعني أي عدد تقسم على الصفر كم يعطي الـ صفر. يا سلام يا سلام. شوفوا شوفوا شوفوا. طيب نجي عند ما نتيجة حاصل ضرب 131 في صفر في 300 في 4؟ صفر. كيف صح؟ يقول صح. أنا يا رب لا فلحت. الصفر الاول خله شو 134؟ لا انا اقول الاول جاوب صح خلاص تعدل. يعني قصده الصفر. بيض الله وجهك صفر. قال صح. ها؟ قال عن تعود. طيب من كاتب قصيده مذهله اشهرت اغنيات فنان العرب؟ بدر بن عبد المحسن، الامير خالد الفيصل، فهد المساعد. من كاتب قصيده مذهله اشهر اغنيات فنان العرب؟ هل هو الامير بدر بن عبد المحسن او الامير خالد الفيصل؟ لا تجاوب. الجواب السؤال عندك. بدر عبد المحسن. مهذله اسمه مهذله. لا هو مو بعارف. لا عبد الرحمن بن مساعد. امير عبد الرحمن بن مساعد. اثبت بعارف. يلا تمام. طيب من اللي عنده كم عدد؟ يلا وصلنا عندك يا سلطان. عندك. طيب
كم يبلغ عدد بحور الشعر العربي؟ ها؟ 13، 14، 21. بحوره؟ كم يبلغ عدد بحور الشعر العربي؟ 14. وش نخران؟ كهو. ها؟ 13 14؟ 16. أنت ما قلت 16. قدني ما جاوب. أنت قلت كفو 14. كفو وكفو من قبل السؤال. إيه بس الجواب الصح 16. أنت ما قلت 16. بسي ما قال. طيب خلني أنا ما مداني أتكلم قلت 14. قلت لك كفو يعني انت ترى فيه اختلاف على البحور اتوقع فيه 17 كلام قالوا وفي يلا صدقت 16 بحور الشعر ها بحور الشعر العربي إيه 16 بحور. 16 طيب اذكروا منها بحر ما اعرف والله اخاف اذكر البحر فاغرق فيه كيف طيب كيف جاك السؤال يبا يهرب يبا يهرب يبا يهرب من كاتب عمل محمد يمين الملك هذا المشيدين ولا وش أول مرة اسمع محمد يمين زياد بن نحيت مبارك بن حماد فيصل العدواني زياد بن نحيت لا لا العدواني من هو؟ محمد أسئلتك والله أسئلة البارصة أسئلتك متعب الشهر طيب ماذا يسمى الشاعر مشعل بن محماس؟ الشاعر السيف والقلم صوت الأرض سيد البيد صوت الشعر السيف عند الرجال الحارثي قصدي صوت الشعر أو من هو مشعل بن محماس؟ ماذا يسمى الشاعر مشعل بن محماس؟ صوت الشعر مشعل بن محماس الحارثي ليش تغش يا؟ شوفوا هذا اللي بيطلع ابراهيم هذا هو اللي لا ما هو طالع ابراهيم لا انت غشيت تقول كذا طيب عادي طيب عادي لمن قصيدة كنوز الصين؟ هل هي لعبد المجيد الذيابي، محمد بن مريبد، فهد الشهراني، علي بن حمري؟ علي بن حمري صح عليك طيب مهذل بناخذ كذا ونرجع كذا نعكس طيب من قصائد الشاعر سالم بن جخير صعب السؤال جريت صوتي صوت العظام او سليل العزوتين او سليل العزوتين سليل العزوتين العزوتين سلطان اللي بن عبد العزيز سالم بن جخير صح ما ادري ما قصيد ما حاولت اخي جيب اسئله من قصائد الشاعر معروف نمسي عليه بالخير سالم بن جخير يقول عندك هل هي صعب سؤال او جريت صوتي او صوت العظام او سليل جريت صوتي يا سلام صح عليك يا مهذل طيب نجي عند شاعر لم يدخل المدرسة قط في فطنته اجاد الكتابة والقراءة دون مساعدته عطي اختيارات قلت انت قبل كم السؤال لا شفت انت اليوم بدر الحويفي محمد المكحم عبد الله بن روبين عبد الرحمن العطاوي اسئلتك خايسه هذا السؤال الاول ايه السؤال الاخير ذا اللي يقول لما يدخل مدرسه ايه سطار اليوم انت مشخص ادها من اول بالله يا خلوا الفقره تمشي يا شباب شاعر لم يدخل المدرسه قط بفطنته اجاد الكتابه والقراءه دون مساعده احد عندك اختيارات بدر الحويفي محمد المكحم عبد الله بن روبين عبد الرحمن العطاوي روبين عبد الله بن زويبي لا السؤال عند مكتوب عبد الله بن زويبي صح عبد الرحمن العطاوي لا مو مرويبن ما في رويبن زويبي لا هو عبد الله بن زويبي صح لا 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 عبد الرحمن العطاوي لا بس انا عبد الرحمن العطاوي معروف طيب نجي عند لك لا تغش دقيقه ابشر السؤال لا ما زيد تبغى تختار السؤال ابشر السؤال 300 باخذ 1000 نقطه ابغى سلام تعال تعال على السؤال وين راعي البقاله هنا مسابقه ها اي اي موجود سلم على راعي البقاله الحق تعال تعال يا باسم ايش السؤال تعال في كاسات طيب ايش السؤال ما تشتغلناش بقى يلا من هو الشاعر الذي اطلق عليه جمهور القلطه لقب كينج المحاوره هل هو مستور العصيمي مطلق الثبيتي سلطان الهاجري حبيب العازمي حبيب العازمي لا اسم اللي كاتبه صح ممتاز صح اللي كاتبه من هو ذا ممتاز كاتبه ها هو ليش تصرح تتحمل خطاك مو اللي كاتبه ليش تصرح خلاص يتحمل خطا اللي كاتبه انا ما ليش تصرح عني تقول انا اللي كاتبها طيب وش فيها تتحمل خطا يدخل برايي من اللي كاتبه صدق من اللي كاتبه بقول لك الحرف الذي كنت محاره طيب الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه الردف التأسيس الوصل الروي الوصل لا الردف يقول أنا المطلق عليك كنغ محارة تركي عصيمي طيب تركي مستر عصيمي حبيبي عازم قال علمنا باسل
ما في حد اسمه في حد اسمه شاعر شاعر سعودي نشرت له أول قصيدة في مجلة المختلف عام 1996. وسؤال لك يا فارس. طق طق ما تدخل معنا إن شاء الله. ثاني دور. عشان يعرف كرر الأسئلة. سلطان ولا ودان. في اختيارات فيصل الرياحي بندر الخالدي أحمد درعان ضيدان بن قضعان. ودان. يا سلام عليك يا سلام صح. قال من قبل قلت ودان سلطان. صدر للشاعر عبد الله القحطاني ديوان. في اختيارات أسألك ولا أمر على الشباب؟ أسأل. طيب النبع الحزين في مدارات الوجدان على طريق الحب في ثلاث اختيارات. من هو هذا؟ عبد الله بن حمير القحطاني على طريق عبد الله بن حمير أو حمير القحطاني صح؟ ديوان أغنيات الورد أو على طريق الحب. لا تغشش شوف هذا قاعد يغشش على طريق الحب. كذا يتكنسل السؤال. والله ما غشش. والله ما غشش. صح صح. أيوة. عليك نجي عند أبي عيني معي. يلا أسلم. شاعرة وكاتبة لقبت بوحيدة السعودية، هل هي فاطمة القرني أو فوزية أبو خالد أو عبده الجهني أو خديجة العمري؟ عيدة عيدة قصدك عيدة. عيدة الجهني. لا غلط. ما في عيدة. لا لا بس الاسم فوزية أبو خالد. لازم ما في عبده الجهني. فوزية أبو خالد. لا عبده الجهني. ها؟ اسمه؟ عبده الجهني. عيدة. عيدة الجهني. عيد 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 نقطة وشرخ وشرخ الشامل عيد الجهني صح. طيب نكمل وين وصلت؟ نكمل بعد نوقف. انت قاعد تغش انت. ما انت وين وصلت انت؟ بيجيك سؤال. اهم شيء تقرا السؤال. قرأت اكثر منك. بحيرك الصراحة. يلا يلا نعطيك مجال. يلا على خشمي وانا بر. ايش تبون يا عم بقالة؟ ايش نبغى من المسابقة ذا الحين؟ طيب قصة عطنا عودنا فيها وبعدها عط الشيخ فارس. يا ولد القصة هذه يبيلها مسرح. بدا يلك ويعك واطحن طحيني والعرب ما هم هنا. الله صور. يقول القصة الأولى قصة اختفاء عائلة مكونة من 5 أشخاص كانوا بالطريق من القريات من القريات إلى حائل وسط ظروف غامضة. اللي في النهود الكبرى. ها؟ أسلم أسلم. ترجع قصة حقيقية ترى. والله ما هذا ترى مسابقة صدق لكن ما أدري إيش بالعيال. الله يعطي الله يعطي. والله أنني جاوب ذا عند اليوم مهذل شطار وهذا يغش. أنا أجاب بس بالله أقرأ القصة. اللي في النهود الكبرى. لو واقف في النهود الكبرى أقرأها أقرأها. هذا أي نوع كلها حقيقية ترى. طيب يقول لك القصة الأولى قصة اختفاء عائلة مكونة من 5 أشخاص كانوا بالطريق من القريات إلى حائل وسط ظروف غامضة. قريات. ترجع بداية قصة العائلة إلى يوم 21 يونيو 2006 والذي شهد آخر اتصال أجراه رب العائلة سليمان العتيق بذويه بمنطقة حائل حيث كان برفقة أطفاله 3 وزوجته التي تزوجها حديثا في ذلك الوقت في منطقة الجوف علما أن مقر عمله في سجون منطقة الجوف شمال السعودية. وبعد مرور شهر على هذا الاتصال بعائلته قام شقيقه إبراهيم سليمان العتيق بتقديم بلاغ يفيد بفقدان شقيقه وعائلته إثر سلوكهم طريقا صحراويا كان سابقا يربط حائل بمنطقة الجوف بسياراتهم ذات الدفع الرباعي في أواسط فصل الصيف حيث أن وبعد خروجه من منطقة الجوف انقطع الاتصال بهاتفه وهاتف زوجته في تاريخ 27/5/1427 هجري ولم يعلم عن مصيرهم شيئا منذ ذلك الوقت. وفي منتصف شهر سبتمبر مدري ايش اسمه سبتمبر اي بعد 3 أشهر من اختفاء قام احد ابناء البادية بالابلاغ عن سيارة تحمل مواصفات سيارة العائلة وأمامها عفش مبعثر وجثة متحللة. وبعد التحقق من السيارة في وسط صحراء النهود الكبرى تبين أنها سيارة العائلة وعثر على جثة الزوجة في تحلل تام. كذلك الأطفال 3 الغريب أنهم لم يعثروا على جثة سليمان معهم. بدأ طوافهم جوية في تمشيط صحراء النهود بحثا عن المواطن سليمان العتيق المفقود قبل أكثر من 2 شهر. وكانت الأجهزة الأمنية عثرت أمس الأول على جثة زوجته و3 من أطفاله. واحد الأطفال تبين أنها قد توفيت مبكرا حيث وجد أنها ملفوفة بغطاء
وموضوعه خلف المقعد الخلفي، بينما الطفلين المتبقين ولد وبنت وجدا متحاضنين بالمقعد الخلفي، وأما المرأة فهي زوجة أبوهم وليست والدتهم. وجدت خارج السيارة ملتفة بعبائتها ومتوفية، ولا يعلم متى كانت وفاتهم على وجه الدقة. واتضح من معاينة السيارة أن السيدة حاولت سقيا الصغار عن طريق الماء الريديتر، تبي تشربهم الريديتر، إلا أن قواها خارت. قواها خارت فما أن الزوج المفقود لم يحاول استخدام الأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوزته لأسباب غير معروفة، ويرجح أنها تعرضت للخلل ماء. في مايو 2008، أي بعد عامين من اختفاء رب العائلة المواطن سليمان العتيق، علم أحد أشقائه أن مواطنا من أصحاب الأبل كان يسير غرب منطقة العليم في النفود الكبير، عثر على مجموعة عظام بشرية، وبالمعاينة تبين أن الرفات يقع على بعد 3 كيلومتر فقط من موقع العثور على السيارة قبل عامين. وعرف الشقيق أن العظام تعود إلى أخيه المختفي باستدلاله على أسنانه مصنوعة من الفضة مركبة في الفك الأيمن والأيسر. وقد أكدت نتيجة التحليل الطبي صحة الاستدلال أخيرا على عثر على ورقة بها أبيات كتبتها الزوجة قبل وفاتها. ضاعت سنيني في شق الغربة، وصارت حياتي بين أفراح وأحزان، وجابها لي العزيز الحكيم بحكمة، وهذا نصيبي عشته في أشجان وغصون، علمتني الغربة حاجتي للرفاقة، وأنا وخلي عشناها بظرافة، وختمناها برحلة غريبة عساها في موازين أعمالنا خيرة. من هذا المنطلق يا الربع، عشان أنتوا عشتوا موقف كانكم معهم فعلا. الحمد لله أهل الخير تراهم بادروا للمواضيع هذه. الآن في المملكة عدد كبير من الجمعيات التطوعية كلها حطت ليش للبحث عن المفقودين، وانقذ على ايديهم ناس واجد جدا جدا جدا، بعضها كنت شاهد منها انا في احد هذه الجمعيات ولله الحمد، اجعلها خاصة الوجه الله الحمد. من افضل الاعمال اللي تعملها العمل هذا، يشترون طيارات على حسابهم، يشترون سيارات على حساب على حسابهم، على اهل الخير يدفعون اهل الخير. إيه متطوعين، هي تطوع دول الأجر، الجزاء الأجر عند الله مو عند خير. على سبيل المثال جمعية الفاوف السليل، الآن افتتحت جمعية وسم في وادي الدواسر، كلها البحث والإنقاذ عن المفقود. بعض الناس يقول شو البحث والإنقاذ عن المفقود، لكن عقب ما يسمع القصة هذه يعرف وش عملهم، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. حطوا طيارات شرائية، حطوا فريق دعم، حطوا والحمد لله. ترى بعدهم لو تشوف الإحصائية قبل الفرق هذه وبعد الفرق هذه عرفت وش نعمتهم. طيب معهم أجهزة جوال ولا أجهزة طوال؟ معهم في خارج الخدمة معهم أجهزة، أنا أجهزة لاسلكية فريق معهم. إيه ويكون هنا ويكون وش اسمه، ويكون واحد هو اللي يوجه، يحط لهم خطط مسح مثلا. خلاص شوف الحمد لله متساعدة معهم الدولة في كل شيء، مهيئة لهم السبل كلها، من حتى تحدد لهم آخر برج اتصل منه عشان يعرفون وين راح. الحمد لله الحكومة تساهل معهم يعني، وهي هنا جمعيات تطوعية بتصاريح كلها، في جمعية وسم، في جمعية الفاو، في جمعية غوث من أقدم الجمعيات الحمد لله، في جمعية الأفلاج، في جمعية سواعد الحمد لله، في نجران لها اسم، في جمعية في التثليث الحمد لله، على المحافظات كلها بدأت. وهذه تراها كم مستعدين قديمة، اللي له سنتين واللي ثلاث واللي له، هم كانوا أكثرهم في غوث، لكن الوضع يبغى في كل منطقة جمعية. فتحت وسم في الوادي، في جمعية في التدريب والله ما يحضرني اسم هذا الحين، في جمعية في الأفلاج، في جمعية الفاو في السليل، الشرقية إنجاد. أقول لك ترى الجمعيات ذي يا حظهم بالأجر. إيه والله حظهم بالأجر، ويجب على كل دعمهم. الله اسمعك تقول في أبيات
كان في افتتاح اسم افتتاح محافظة وادي الدواسر حطيت فيها ابيات كني حافظها والله اني ما ادري. نصيحة طال عمرك اللي ما له خبرة في البر خاصة وسيارته ما هي مجهزة او معه عائلة لا تبعد عن الخط. صح صح يعني خليك قريب من الخط او رح لك منطقة يعني ما هي بوعرة يعني ما تكون نفوذ. حتى خطر بعد عليك ولا معك دليل على الاقل وخلك حول الارسال لا شفت انقطع الارسال وقف او ارسل لحد اللوكيشن حقك لان ممكن ان تجي في منطقه فيها ارسال وتخرب عندك البطاريه ولا تخرب ولازم تجهز نفسك مثلا تبي تطلع للبر خذ ماء ازود من حاجتك خذ تمر معك كرتونين ثلاثه انت تبي رجال تبي تطول مثلا او تبي تروح داخل لازم تاخذ حذرك ما تدري في الظروف نعم على الاقل صبرك 7 أيام 8 أيام لين يلقونك الناس ولا أقطع هرجك يا فارس كل اللي يحتاجه الإنسان في البر حتى حاطين على مواقعهم لأنهم خلاص تراهم ناس في الميدان من نصائح من الكرة وهي أهم نصيحة يكون معك ثريا ثريا جهاز ثريا كلمك من أي مكان ضروري حطه في درج موترك يا أخوي 3000 يا أخوي كم وأنت بتروح معك عائلة كم ثمن العائلة ما له ثمن 3000 أنت بأرجع منها ولا 2000 ولا تحطه في درج واشياء واجد يعني ولا الله كتب عليك الضي ما تروح من موترك هذه اهم نقطه ايه ما كل ما تعرض للشمس تشب سبير إيه ما في النهار تشب وش اسمه عشان دخانه خاصه مع الصباح ولا بالليل ما تبعد من سيارتك ما تحاول ترهق نفسك في حاجات واجد كلهم منزلينها لانهم هم هالميدان حتى حطوا محاضرات محاضرات توعويه للشيء هذا سائل شوف انا كتبت انا فيهم كم بيت تبين يعني اعمالهم بحكم اني انا كنت معهم وكان مقطع اثنين عينهم تحت الشجره جدهم في الدرك الاخير صوروهم تباشروا بهم كان حايل لهم تباشروا بهم يصورون فوق اثر فيني ذا الموقف كتبت انا فيها عده ابيات كني حافظها والله ماني انا كاتبها معي قلت انا ودي امدح لي من الناس ممدوحي قصيد ما سخر لها للخير والشوله لهم فزعتهم في الضيق ما هي بوقت اللين تجينا مقاطعهم على النت منقولة لهم فزعتهم في الضيق ما هي بوقت اللين تجينا مقاطعهم على النت منقولة يتعطلوا يلقون مفقودين لش سمعوا خبر مفقود ركبوا وعانيوا لها يا كم ناس بأمر الله لقوهم هم حيين بعد عانوا من الموت والشينة قربوا له بعضهم يسوق الدين هم يلحقها بالدين علشان فعل الخير يبغى لها السيولة كم حصلوا مكروب شاف الظما والشين وكم فرجوا الأم من الفقدة مذهولة ودعت ربها الوالي وهي تذر في العينين وهم يتعبون لأجل دعواته مقبولة فتكفون يا تجار الله صار مقتل إيه وترى فعالهم لله ما فيها يسار يمين يبون الأجر والأجر ناموسنا وطولة فتكفون يا تجار الله صار مقتدرين ترى يزيد الخير بيزيد محصوله صحة أبدان يلا مدى بخير وعطاه خير ومعاه والصدقة خير الله يفزع الأمور هذه والله اللي بتبقى له بعد الله سبحانه وتعالى والصدقة تدفع البلاء عنك هذا في واحد يعد لي سالفته راح الربع الخالي المهم يقول رحت الربع الخالي ورجالي دليله في الربع الخالي ولكن الواحد يدل هناك وراعي مقناص اول هالكلام قبل 15 سنه هو يعدها لي كانه جالس قدامك السوالف يقول المهم يقول رحت يقول انا معي اغراضي ومعي يقول رحت مع هالعروق وانطرد الصيد يقول الحالي يقول اطرد الصيد طال عمرك وراعي بر ودليله يقول الوكاد وينزل فيني الموتر يقول من راس عرق يقول ويروح الموتر قلبات لين وصل في نقرة الطعش طال عمرك يقول انكسر عندي الفخذ يقول وانكسرت ذراعي هذه يقول قعدت ليلة كاملة بالسيارة عجزت اطلع يقول وانام طراها هو راعي صدقه وصدقته دائما هو سبحان الله سقي الماء يقول معي ما ومعي بس يقول ما ادري وينه يقول ما اقدر اطلع من السياره يقول سبحان الله يقول واغمى علي انا يقول والله يوم اني قمت اطعم الماء بفمي يقول لاني في محلي ايه يقول واحاول يقول واخلع كتفي ها يقول واطلع من السياره يقول واجي بظلالها يقول وانسدح يقول ويغمى علي نفسها يقول ويجيني في المنام واحد معه طاستن يقول يجيني واحد في المنام معه طاسة ايه يقول له ما بارد يقول اشرب تخبروني اللي يشرب على الجوع
كرمته ياترا ها يقول والله يوم قمت من المنام اني اترع طعم الماء في جوفي. يقول واخذ ثلاث ايام على هالحاله يجيني واحد ويعطيني ماء ها كل ما يرقد يقول يجيني واحد يعطيني طاسه هذه كبرها. المهم ورابع يوم يمرون قنوص خليجيين كل يوم عاين ولا فيه موتر ويجون يهزعون عليه طال عمرك ومعهم استعداد وسيارات. المهم يبلغون ويسعفون الرجال وتروح على ايام وتروح على ايام طال عمرك. هو مسوي هو شو مسوي حفر له بير ومخليها سبيل وفي عائله دائما يعبون من هالبير عائله فقيره. يقول يوم جيت يقول جيت اشيك عليها يقول له لقيت الشايب اللي يجيني في المنام هذا هو هو اللي يسقيني هو اللي يارد منها سبحان الله. ترى السقي امر عظيم الاجر والصدقه سبحان الله تدفع عنك البلاء. طيب طيب راح ندور لها الحين واجعلنا من الماء كل شيء في بر و ذكرت قصيدة ان اتوقع من يقول نسيت شاعرها عشان ما ابي اسبها لاحد بس اسمع اللي فيه هي يقول وجودي وجد ربيع لهم 20 يوم هذا العبد الله بن عون ولا المن؟ ما ادري اخاف والله خيش والله ما ادري من شاعرها عشان ما استدلها لاحد. يقول الشاعر على قصة اللي تعطروا في البر يقول يا وجودي وجد ربع لهم 20 يوم في محل ما تجيه الصقور الحايمات راحوا قنوصا على صنع فنسان الخشوم وانقلم موترهم الجيب والسواق مات وغربت شمس العصر واختفت بيض النجوم والهبايب قامت تهم من كل الجهات والرد يصيح بالصوت من قل العزوم يوم سمع الهواء قال جوت القومة جات والثنين اللي ورا من ورا حزم والثنين اللي من ورا حزم يقول يا وجودي وجد ربع لهم 20 يوم في محل ما تجيه الصقور الحايمات راحوا قنوصا على صنع فنسان الخشوم وانقلم موترهم الجيب والسواق مات وغرب الشمس العصر واختفت بيض النجوم والهبايب قامت تهب من كل الجهات والرد يصيح بالصوت من قل العزوم يوم سمع الهوى قال جوت القوم جات والثنين اللي ورا من ورا حزم زموم انكسر واحد وواحد عليها الركب فات طايح في مبرك الموت ما يقدر يقوم مختلط دمه بدمع مثل نهره الفرات دمه من الجرح والدمع من قل العزوم يوم مرت في خياله جميع الذكريات بين عود ينتظر جيته وام الرحوم بين ورع توه مخلصنا خمس سنين
صح على تجار. آه مدحهم ذبحهم. هو هو ما توم ما خرج ما توم. هيش تبغى هنا؟ يذمن. إيه والله. هذا نفس القصة. توقعت أنا قصة حديدة. يوان القصة. ما له حق على يال عودي. القصة دي أحلام أحلام عصر يوان. لا يا مغثنا لا 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 قصة هي توقع قصة قصيدة توجاد ولا قصيدة حقيقية يقول قصة هي توجاد لكن أما قصة قصة توقع حقيقية لأنه وصف فيها مدح رجال بداية ايش يقول؟ يقول يا وجودي يقول يا وجودي وجد ربع لهم 20 يوم في محل ما تجيه الصقور الحايمات راح وقنوص على صنع فرسان الخشوم راح وقنوص على صنع أو أول بيت وش؟ يا وجودي وجد ربع توجات توجات مره هو توجات بس توجات ما يمكن القصيده اللي متوجع منه زي الحرب يوم يقصد يوم يقول يا وجودي وجد يوم قالت امه جنبه هو يكتب القصيده قالت لها يا وليدي تكفى خله يناجى قال لولا دعوت امه عودا عن المركاء انجاه خلاص فهمت هذا ما انجاه اعوذ بالله لا لا بس طقه مرتين هم الربعه ذاكرهم ما دام ذاكرهم قصة حقيقية قصة حقيقية ما ادري لكن قصة حقيقية الشاعر هذا اقشر والله اوه الشاعر هذا وصفه هو اتوقع عبد الله الشاعر هذا والله ما نتك ما بينسبها لاحد عشان ما اظلم شاعر ايه دام انها مفصلة عدها دام اسمع بدايتها عدها اسامي وفيها شخصيات اكيد انها منسوبة خلنا نشوف انها حقيقية شوف هو توجد مخلوط الظاهر فيها اسامي ايوه توجد هزين طيب عند بدايتها لنشوف هذه حقيقية بعدين ما زي ما توجد رجعك على قصة وصف قصة لها شاعر او لا لا يا وجودي وجد راتر ما لحاجة عية تحقق من العام عية يطيب الحظ لو قلت أظنه يفز فزة غاتر عقب ما نام جنة حلم من مزعجة هويق ظنه أو وجد المشكلة فيها ثلاثة أبيات لازم طمر ذي طيب صل على النبي أكمل كمل صلى الله عليه وسلم عليه أو لحاجة عية تحقق من العام عية يطيب الحظ لو قلت أظنه يفز فزة غاتر عقب ما نام جنة حلوم مزعجة هويق ظنه وجدي على تحقيقها وجد علي دين بل ولا بايع عنه وبلادها اللي ما عرضها للأسوام وعرش الرياسة والجيوش المرنة اللي قذايفها تعدت ورا الشام يوم ولايته روى عنه
وبلاده اللي ما عرضها للأسوام وعرش الرياسة والجيوش المرنة اللي قذايفة تعدت ورشام أمير يوم ولايته روعنه ما تنحسب تكلفتهم بالأرقام، ما هم مواطن عايدي يبهضنه حاكم من الحكام ويصدر الخام قد السرية والدول يدعمنه متريس له دولة شعبه أقسام ويلعب على الحبلين الله أكبر إلين طشنه من جدير الأيام من النجوم النايفة حولنه مثل الوليشة بين عدوان الإسلام من كل صوب كلابهم ينهشنه أوجد عود يرتتي كل ما قام على كفوف يديه من كبر سنه من عقب ما هو للمغاوير مقدام اليا غزا صم الرمك يتبعنه ومروبع يزمي كما عرق للزام ينصنه العيرات ما يسهجنه واليوم كل اللي بقى جلد وعظام والمال خمس أشياء والبيت عنه ولا له عيال ينصرونه اليظام إلا بنات بلها طيب شو انه يا قلب خلك للروابع ولو هام رفيق درب وكل هم انتبنه ولا انتفض واربط بحياك بحزام وعن قوم وش سويت خافيك كنه والشر عنك خلاف والخير قدام والصبر في وقت المعاناة سنه. سلام صبر في وقت المعاناة سنه. يا سلام صبر. منو شاعره؟ منو شاعره؟ ابن زويبن الله يرحمه. طيب نغير شويه من الشعر، لا نجيب فقره ثانيه. عطنا ضحك ابيض. لا طيب ها لا ما فيها ضحك.